ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين. والقنوط طول القيام، أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما. ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين. ألف آية الجزء التاسع والعشرون والجزء الثلاثون وعشر آيات من أي سورة أخرى. هذا من قام الليل. طيب أنا ما أنا قادر أقوم لكن ممكن أقرأ قرآن. جاء في رواية من قرأ في ليلة عشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة مئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ في ليلة ألف آية كتب من المقنطرين. ولذلك تجد أغلب الناس يقرأ في النهار وما يقرأ في الليل. لا، اجعل لك ورد في الليل الله يرضى عليك. أجر القراءة في الليل أكثر من أجر القراءة في النهار عملا بهذا الحديث. اجعل لك ورد في الليل من القراءة جزاك الله خير، لتدخل في هذا المشروع وهو مشروع عدم الغفلة والقانتين والمقنطرين.